يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ويندرج تحت هذا كل عبادة. ولذا قال: عين المحادة لله عز وجل أن يتعبد لله عند هذه القبور. بل قال رحمه الله: لو أن الإنسان أخرج صدقته أثناء تشيع الجنازة فإنها من البدع. لما؟ لأنه خصص هذه العبادة في هذا الموطن، وهذا في ثنايا التشييع، فكيف في المقبره؟